الدراري حيدرونا بعدا علاش الدراري مع الساعه الصباح عيطوني لنا في التليفون جينا شفنا العافيه كتشعل هنايا ما لقيناش ما لقينا ما نخرج وانتم كتشوفوا تيماكس واخده ب 18 مليون دوبل في ماروك دي اكس زرقاء شو كيولاش حنا كنقلبوا على اللي عوضنا يعطينا ديالنا حنا راه الشهر تنخلصوه بكل شهر كنخلصوا كنأديو الواجب ديالنا اليوم مع الساعه الصباح مع الناس كيصلوا الفجر وقع هذا الشيء باقي ما عرفناش شنو السبب شي تيقول لك كوب سيركوي كله وشنو تيقول راك عارف العلم تيعلم بالله عز وجل وكاينه الكاميرا الاساس هنا قال لي جات مولات الكراج مولات الكراج 100% ممسوريه ما والو ما كاين لا رخصه لا والو يعني حنا راه غنداو كتكذب علينا جات بالريط خلات الشرطه جاو هنا الشرطه خلاتهم تمشاو جات بغات تاخذ داك الديسك دو دي في ار ترينا عليه قلنا لا يجي شي ضابط شرطه ويديه ما تاخذيش انت ماشي من حقك يجي يديه هو ومرحبا ما عندناش مشكل حنا كنثيقوا في رجال الشرطه اما انت ما كنعرفوك ما والو ما غاديش نثيقوا فيك حضرات راسها ومشات راه مقبله وهي غدا جايه تفاجئت ها انت كتشوف تفاجئ ماشي انا كاع الدراري مشى لهم موطون الدري تا هو الدري موطور الدري تا هو واحد اكس ا دي في ب 13 مليون ونص هاي دي اكس ب 18 مليون قسما بالله عندي الباسبور ديالو وعندي الروسي ديالو والله العظيم الكونتاكت ديالو شي الكونتاكت ديالها هو باقي طلب ديالنا يعوضونا يعطيونا تعويض راه ما داكشي اللي كان عندنا راه هو هذا مشى يعاونونا ما يهلكوناش حنا مخلصين لاسيرونس ديالنا عندنا كارت كريس ديالنا كلشي عنده لاسيرونس كلشي عنده كارت كريس حنا يلاه جينا من لاسيرونس السلام عليكم خويا قالت لك هي قالت لك مسوريا الكراج كيف ما قالت ياك سمعتوها كلكم قالت انا مسوريا قالت مسوريا الكراج حنا نتبعوا القانون ديال الكراج حنا مسوريين راسنا مخلصين الشهر تمشى لك هو موطوري هو يلا مخرجوا تا هو يلا مخرج موطوري ب 3 شهور شحال كتخلصها في الشهر تايا انا 150 درهم في الشهر كنخلصها ب 100 درهم في الشهر قالت كاينه لاسيرونس حنا بغينا نتبعوا لاسيرونس حنا ما بغينا منها شي كلمه لعيب قالت لك كاينه لاسيرونس حنا نتبعوا راه كلشي مضرور الماطر كبار 150 اش هذا لعب هذا المضرور هنا الدري مضرور هذا الراجل مضرور الدور كلشي مضرور الدري خويا تعذبنا راه موطور اللي غنهزو به رجلينا في العشيه غنمشيو نخدموا به راه هو مشى لي الناس كاع ما مشات للخدمه والله الله الا راه هو مشى لي انا كاع يعني حنا مشينا موطور اخويا موطور ب 18 مليون حنا بغينا نعرفوا حاجه واحده قالت لك كاينه لاسيرونس نتبعوا معها القانون كم خويا راه ماشي موطور ولا جوج ولا ثلاثه اخويا ماشي هبنو ولا شي حاجه راه مطره ولا وتفرتيت سمعتيني اخويا راه حنا مضرورين بزاف السيد واخذ موطور ب 18 مليون السيد الاخر واخذ موطور ب 13 ونص انا موطور ها هو طلع عليا مليون و20 خويا شناهو راه دم جوفنا خاسرينو على الماطر راه الزيت باش كتمشي تبدلو راه خاصك تضرب لها حنا كنأديو الواجب هنا اخويا راه 100 درهم في الشهر حنايا راه كنا مضرقين راه الماطر اللي كانوا على الشارع هما شي تضرر شي شويه راه بزاف هادشي اخويا اكون جا في كاريناج ولا في بنوات نسامحو نغمضو عينينا اساس كان ناعس الناس كانت كتصلي تتفاجئوا بهاد الشيء كيسمعوا تفرقيع ديال الماطر كيسمعوا العافيه كشاعله كانوا كيصليو هنا مع الست صباح مع الفجر تمو جايين كاين اللي خرجوه على برا دوك اللي كانوا حدا الباب خرجوهم على برا اش باش بداو كيعيطوا لعباد الله يجوا من ديورو ما حنا جايين بيجاما ديال النعاس انت اخو راه من 6 الصباح حنا هنا انا فيقونا الناس من ديورنا خرجنا بلا عقل لا عمرها تحرقات اول مره وقعت هاد الكارثه النعاس راه فيقونا من النعاس خرجنا ما عرفناش راه صحبنا راسنا كنحلموا مطرنا يرجعوا لينا السلام عليكم حيت الماطر حنا راه هازين بهم مسؤوليه اخويا والدينا احنا راه اليوم ما مشيناش الخدمه راه ما تبغيش تبقى واقفه راه غيجيبوا واحد في بلاصتك انا نوريك اخويا التصويرات انا او موطور دار بثلاث شهور ثلاث شهور دار انا نوري لك اخويا في التصاور شوكي كان شوكي ولا اخويا يا ولا رماد اخويا السيد حاط موطور بوراقي راه ما لقى لا اوراق لا والو علاش حيت حنا في كراج ماشي في الزنقه ولا في شي لعيبه كراج مامن حراسه رايك مسائل ديالنا كلشي اخويا قانوني الوراق راه البلاك قالت لنا عندها لاسيرونس شويه قالت لك ها هما الوراق راه البلاك باقي ما خرجاش ليها اخويا باقي جداد الماطر وماشي واحد ولا جوج ولا ثلاثه ام ديال البشر مضروره ماشي كندوي على راسي بوحدي ام ديال البشر راه مضروره راه كل جمجه مشى الموطور مشى الدوزان كل جمجه راه نصبح دويو باش كل شيء تحرق يا صاحبي واحد هاك هنا بطوي راه كل شيء تحرق ليا كل شيء مشي صاحبي باش غندير انا غادي ناوين نمشي عندك راه مزت باش نمشي صاحبي خويا موطوري اللي هز عليه رجليا ودوزاني راه كل شيء مشى ليا
موطور مليون ونص باش غادي نخدم انا من اليوم صباح دواو، عندي الكرا عندي الماء عندي الضوء عندي كلشي مصاريف كلشي مشى ليا اليوم، انا صباح دوالو اخويا هادشي اللي غنقول لكم. واش كنطالب انا؟ كنطالب تعويض على موطوري، ما باغيت الناس ما بغيت منهم حتى حاجه، بغيت على موطوري كنخلص الشهر، بغيت على موطوري هو اللي بغيتو هاز عليا رجليا، راه ما نحمل طوبيس ما نحمل طاكسي ما نحمل حتى حاجه، راه موطوري هو اللي هاز عليا رجليا راه مشى ليا. نقول لك جوج كلمات اخويا، راه هادشي اللي بان لينا حنا، راه نقلبوا على الحبس ولا نقلبوا على الاجرام، راه نقول لك اللي كاين حيت هذيك خيتي مولات الشي دارت دغاميز ومشات في حاله نعاس، راه نقول لك اللي كاين، راه خص البوليس هما يجيو ياخذوا الكاميرا، مشات هي قالت لك اعطيني الكاميرا. راه التسطيه هذه، راه التسطيه راه موطور عندنا اخويا، راه حنا هادشي اللي كاين هذا الراجل راه هو اللي كنعيشوا دابا حنايا، راه نقول لك اللي كاين، انت الراجل من 6 الصباح خدمته ما مشاش ليها، كيخدم في بوث سكوله، اشناهو ما بقى والو اخويا، والله ما بقات شي حاجه، راه بقى العاده في هذه البلاد هذه، وعاش الملك. خويا كاين كوي عندي ها هو، ولكن ترزق به الله على وليداتي مشى ليا، ما عندي دابا باش نمشي للخدمه، وليد دابا زحاف انايا، دابا ولادي باش غنمشي للخدمه انايا، ما عنديش باش نخدم، كنخلص لها 100 درهم في الشهر. تعرف هي راه الشهر كتجي كنعطيها 100 درهم ديالها، كنعطيها ولا ما هضرتش مع حتى شي واحد، حول جات لداخل جات بغات دير الديسك دور ما خليناهاش حبسناها، صافو جات تمشي بحالاتها، قلنا لها عطينا لاسيرونس عندك لاسيرونس، قالت لك كاين لاسيرونس، قلنا لها عطيناش من لاسيرونس عندك، شوات حنا عندنا لاسيرونس ديالنا من الدولي من الواجب، قالت لك لا، قالت لك انا غنمشي عند الوالده، الوالده باقا ناعسه غنفيقها من النعاس ونشوف واش عندها لاسيرونس ولا لا، في الاول قالت لنا عندها لاسيرونس، من هضرنا معاها قالت لنا عطيناش من لاسيرونس عندك، قالت لنا غنمشي عند الوالده غادي نسولها واش عندها لاسيرونس ولا لا. هادشي اخويا راه بزاف، انت الموطور اللي كنت كتكسب انا هو مشى ليا، بعد ما عندي باش غنتنقل دابا ما عندي باش غنمشي للخدمه. للمزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.